مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة كتير طيبة وشهية وتعتبر طبق حلو بيعشقوه الكبار قبل الصغار، واللي هو الوفل. هذا الطبق بيعود أصله للمطبخ البلجيكي العريق وبعدين انتشر لوصل لعالمنا العربي، وفينا كمان نسميه بطبق السعادة لأنه لا يمكن نشوف حدا عم ياكله أو عم ينتظر إنه ياكله من دون ما نشوف ضحكته وكم السعادة اللي طالعة من عيونه. ولهيك تعوا معي هلأ لنشوف شو محتاج طبق هالسعادة هاد من مكونات ومقادير. طحين، نشا، حليب، بيض، بيكنج بودر، فانيلا، سكر، وآخر شي زيت النباتي. بالبداية لتحضير خليط الوفل محتاجين لاتنين كوب من الحليب، منضيف عليهم 3/4 الكوب من زيت نباتي، معلقتين كبار من السكر أو معلقة ونص، بيض عدد 2 مثل ما شايفين، بعدين 2 معلقة صغيرة من الفانيلا. بنحرك كتير منيح لنضيف المواد الجافة. بلش بإضافة الطحين بتدريج شوي شوي. بنحتاج لكاسة ونص من الطحين، بنضيفهم على مراحل مثل ما شايفين، وبعدين نص كوب من النشا مشان نساعد الوفل يكتسب القرشة العجيبة، وبعدين آخر شي 2 معلقة صغار من البيكنج بودر. بنحرك لنحصل على هالقوام الحلو. لتشكيل الوفل محتاجين هاي الماكينة، بنكون محمينا مسبقا على أعلى درجة حرارة، منضيف 1 كوب معيار بيجي معها وبنحطها على رقم 5 أعلى درجة لتكتسب هاللون الذهبي الحلو الناتج عن السكر اللي ضفناه لخليط العجين. هاي طلعت معنا، شوفوا كيف قلبها مستوي وطري، وبدي اسمعكم صوت القرشة، شايفين هاي القرشة ناتجة عن النشا اللي ضفناه. وهلأ حابة افرجيكم كيف ممكن نحضر الفراولة معنا باستخدام شلمونة. بندخلها من القسم السفلي وبنسحبها لفوق، بينضف قلبها من جوا بهالشكل وبتكون حاضرة معنا من دون ما نخسر منها كتير. وهلأ رح أعطيكم أفكار كيف ممكن نزين حبات الوفل. ممكن تحطوا أي نوع فاكهة متوفر عندكم أو أي نوع فاكهة بتحبوه أو بيحبوا أولادكم. ممكن شرايح من الموز مثل ما أنا عملت، ستروبري، رازبيري، بلاك بيري، بلوبيري، كيوي، تفاح، ممكن شرايح من البردقان، وممكن تزينوا بأي صوص متوفر عندكم أو بتحبوه. أنا هون رح أستخدم كراميل صوص، ممكن صوص الستروبري كمان بصير. يعني المجال مفتوح والخيار واسع عندكم، فيكم تتفننوا وتحطوا اللي بتحبوا. مثل ما شايفين رشة خفيفة من السكر البودرة، صوص شوكولا، وهي وحدة رح حط عليها آيس كريم فانيلا، ورح وزع عليها مكعبات من الفراولة بيلبق معها كتير.
مع رشة سكر بودرة وشوي من صوص الفراولة، كتير بيطلع طيب. يعني مثل ما قلتلكم ما تتأيدوا باللي عم بستخدمه، بس مجرد عم بعطيكم أفكار. ممكن تستخدموا عسل أو ميبل سيرب لو متوفر، بيطلع كتير طيب معه. وممكن نضيف شرايح من الشوكليت شيبس للخليط ونخبزهم مثل ما سويت. هاي شكلها بعد الخبيز، شوفوا شو بتشهي، والشوكولا معباية فيها طبعا، ريحتها عبت البيت. منزينها بالايس كريم شوكولا، وبحبات من الفراولة المشرحة. شوي من الشوكليت شيبس. واخر شي رشة من صوص الشوكولا. وبهيك وصفتنا لليوم بتكون خلصت، وحصلنا على أطيب وفرز ممكن نجربه بالبيت، بعجينة هشة وطرية من جوا ومقرمشة من برا. بتمنى عليكم تجربوها وما تترددوا أبدا. بحب أحكي شغلة، إنه الوفرز ممكن يتقدم كفطور صباحي، وممكن يتقدم كمان كسناك بعد الظهر. بيكفي انه منقدمه لأطفالنا ونحنا مطمنين انه عم ياكلوا شي مفيد، وخصوصي انه ضايفين فواكه ومكسرات وعسل وميبل سيرب. كل هاي اشياء مفيدة لصحتهم ولنظامهم الغذائي. معكم قرشتها، شايفين كيف من جوا طرية ومن برا مقحمشة، سامعين الصوت. بتمنى ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد رح نزله ان شاء الله. باي باي.